متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازا سيتي. اليوم سنناقش موضوع يتعلق بحزب الاتحاد السوري داخل مجلس مدينة الدار البيضاء. الاتحاد السوري اعتاد على موقع القيادة وتسيير هذا المجلس منذ سنوات طويلة، ولكن في خلال هذه الولاية الجماعية اللي ابتدأت منذ 2015 إلى حدود الآن اختار المساندة النقدية لتجربة العدالة والتنمية على مستوى مدينة الدار البيضاء. باش نناقشوا هذا الموضوع هذا نستضيف السي رشيد بوحوص، واحد من اعضاء الحزب داخل مجلس مدينه الدار البيضاء، وواحد من خبروا كثيرا تدبير الشان المحلي على مستوى العاصمه الاقتصاديه. سي رشيد مرحبا بك. مرحبا بك، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين الرسول الكريم مسك الختام ودر الزمان. بدوري بغيت نشكر بدأ قناه انفاس على اتاحه لي الفرصه للتواصل مع البيضاوه ومع المغاربه. شكرا سي بوستا. بالنسبه للسؤال انا الصفه ديال رشيد وها قبل ما ندخل في الصلب الموضوع، تعرفتي بهذه المقدمه داخل المجلس، شنو هو السر في هذا المقدمه؟ حنا كمسلمين، حنا شوف حنا كنا مغاربه، كنا جبنا على الاسلام، وكنا بالفطره اننا مسلمين وداك الشيء، وكنا كنصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المساله هذه بدايه كيديروها كاع الناس، بسم الله الرحمن الرحيم هذه والحمد لله، هذه كاع الناس كيديروها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تنقولوا من اهم الصفات ديالو هو انه امام المتقين وخاتم النبيين، يعني مساله من الصفات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، مساله وحبنا لله وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه جبنا عليها احنا منذ الصغر. اختار حزب الاتحاد السوري كان تيسير مدينه الدار البيضاء على الاقل في الولايتين الجماعيتين السابقتين منذ 2003 في اطار نظام وحده المدينه. الان اختاريت المسانده النقديه نظرا للعدد الضئيل تاع المنتخبي تاع الحزب داخل مجلس مدينه الدار البيضاء. علاش اختاريت المسانده النقديه؟ حنا اولا رشيد بوحوص هو رئيس فريق ديال الاتحاد السوري بمجلس المدينه. حنا فريق كيتكون من 20 عضو، ماشي اختارينا احنا، لان كتعرف بان التحالف اللي كان داخل مجلس المدينه هو جعل التحالف الحكومي اللي كان. التحالف الحكومي كان مفروض فيه مجموعه ديال الاحزاب، ما كانش داخل فيه الاتحاد السوري، كان كيدير المعارضه من في الفتره الثانيه ديال الحكومه المغربيه، عاد الاتحاد السوري دخل الحكومه. دونك حنا في الاول كنا ما دخلناش لان ما داخلينش في هذاك التحالف، بالتالي اختارينا نمشيو في المعارضه. غير درنا المعارضه النقديه لان مساله طبيعيه غنديروها. الاتحاد السوري كما سبق وقلتي كان في التسيير في 2003 ملي بدات مجلس المدينه، درنا التوطئه وخدمنا على مجموعه ديال الحوايج، وكان لنا الشرف ان كان السي سجيد هو العمده ديال مدينه الدار البيضاء، وخدم على واحد المخطط ديال التنميه ديال مدينه الدار البيضاء اللي توقع قدام صاحب الجلاله، وفي عده مشاريع تنمويه وهيكليه لمدينه الدار البيضاء، وهاد المشاريع باقا سير التنفيذ وداك الشيء قيد التنفيذ، وكتمر من مراحل باقي ما كملاتش. دونك بالتالي ما كانش علينا احنا، ما كناش نجينا نقولوا لا احنا غنديروا المعارضه من اجل المعارضه. حنا قلنا ودي غنديروا المعارضه النقديه، وان غنحاولوا ما امكن نتعاونوا مع المجلس لتنفيذ هذه المشاريع هذا، ونحاولوا ما امكن لكانت شي اضافات لمدينه الدار البيضاء، لان احنا كنطلقوا دائما من المصلحه العامه وغيره على مدينه الدار البيضاء. وبالتالي كان هذا الموقف ديالنا واضح، وقلناه في الدور، قلنا غنديروا المعارضه النقديه، غنحاولوا ما امكن نديروا توجو. فعلا كان اتفقنا مع 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 العمده ديال مدينه الدار البيضاء ان يكون هذاك الاجتماعات التنسيقيه ويستمع لنا ونعطيو الشروط ديالنا، اللي خصها تاجل خصها تاجل، اللي خصها تدوز خصها تدوز، اللي خصها مجموعه تعاود النقاش فيها ونوسعوا النقاش فيها. وكان قضينا مجموعه ديال الاقتراحات وكانت تخد بعين الاعتبار، وهذا مهم جدا. حنا وقت ما كان شي حاجه فيها مصلحه للدار البيضاء ومصلحه للبيضاويين، حنا كنا كنقولوا معاه وكنكونوا معاه، ما يمكنش لنا نديروا المعارضه من اجل المعارضه. حنا جينا هنا باش نمثلوا المواطنين خدمه للمدينه. يعني انتم تعتبروا بان المجلس الحالي هو استمرار للمجلسين السابقين؟ هذه مسألة توقعت قدام صاحب الجلالة، وتوجدوا لها مجموعة ديال، كاين مجموعة ديال 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 العراقيل اللي خصها تفك، كاين مجموعة ديال التعديلات اللي خصها تكون، مشاريع كبيرة مهيكلة لمدينة الدار البيضاء، كل البيضاويين كلهم كيعرفوها وساهموا مع حتى الناس اللي كيسيروا دابا، يعني العدالة والتنمية كانوا شركاء معنا فيها، راه كانوا معنا في المجالس السابقة. بالتالي هذا مجلس ديال مدينة الدار البيضاء كينفذ واحد المشاريع معينة، ما نجيوش حنا اليوم نديروا معارضة بالمشاريع اللي حنا كنا حنا اللي تبنيناها وحنا اللي جينا بها.
دونك بالتالي قلنا مرحبا. وتا المشاريع اللي غتكون فيها مصلحه مدينه الدار البيضاء كما سبق وقلت انها خصنا نقول نكونوا معاه، لان كل حنا جينا هنا باش نخدموا مدينه الدار البيضاء. انت تشوفوا بانكم تكون واحد استغلال تاع المشاريع اللي نتوما درتوها من طرف التجربه هذه؟ لا ما كاين استغلال، انا كما سبق وقلت لك ان العداله والتنميه اللي كيسيروا دابا بالاغلبيه ديالو مع سميتو كانوا شركاء معنا في المجلس، وكانوا معهم اخوان في المكتب، وكان القرارات كتاخذوا كانوا في المجلس، وكنا كنصوتوا في هذا الاطار المشاريع اللي صوت عليها المجالس السابقه وتقدمات ودرسات وتوقعت قدام صاحب جلاله، ودارت مؤسسات اليه جديده للتنفيذ ديالها منهم شركات ديال التنميه، والحمد لله تخرج للوجود مشاريع كبيره. هذه مساله اللي هي كنا احنا شركاء فيها، ما غنجيوش اليوم ونقولوا لا هذه راه حيت باقا مستمره. الاستمرار ديالها هو التوقيع ديالها قدام صاحب الجلاله، وان المونتاج الفينونسي كان تصايب، وان المشاريع درت لها الدراسه ديالها، والاموال موجوده. كاين بعض العراقيل البسيطه اللي كانت كنهضروا على بعض المشاريع اللي تزادت دابا كنطالبوا بها حنا وكيطالبوا بعض وحدين اخرين، الا كانت فيها منفعه لمدينه الدار البيضاء حنا دائما كنحضروا، والحضور ديالنا كان دائما تيكون داخل اللجان وداخل الدورات. ما تنساوش بان كان يكون كان عند يقدر يكون عندكم واحد الموقع اخر هو موقع المعارضه باش تضغطوا باش على الاقل هذه المشاريع تخرج في السقف الزمني اللي تحدد لها. ما تختاروش انكم الانطواء والرجوع الى الوراء وتباركوا الخطوات. كلمات كبيره كتقول سي بوستا انت كتحضر معنا الدورات، ما عمرنا كنا منطويين، وانت كتحضر عندنا في الدورات كناخذوا الكلمه وتنقولوا بان الدار البيضاء فيها مشاريع دابا اللي غدا ولكن راه محتاجه للكثير. وتوضح انت حضرتي معنا وهادشي راه مشجع. لا ماشي انا تنهضروا على الناس، انا كنهضر ولكن انا كنهضر معك دابا انت اللي كتسجل، انت حضرتي معنا على الدورات. انا غير حامل رسائل. شوف شوف لا باش نكونوا واضحين، التحدي السوري كان دائما تينادي وكنقولوا بان مشاريع كبيره. وقت اللي كان المشكل ديال النظافه كنا كنقولوا بان النظافه خصها يتم التغيير والتعديل، وعطينا الاقتراحات ديالنا وحضرنا وسالنا. وقت اللي كان خصو يكون السير والجوانب هضرنا عليه، وباقيين كنهضروا عليه دابا. المسؤول ديال 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 الطوبيسات نفس المشكل، كاع المشاكل كلها اللي كتعيشها مدينه الدار البيضاء، بما فيها المرافق الصحيه اللي هضرنا عليها، بما فيها المرافق الاجتماعيه والمرافق الثقافيه، هذا الشيء كلشي هضر عليه، دور الشباب، الملاعب، هذا الشيء كلشي كنهضروا عليه في الدورات. كاين اللي كنهضروا فيها مع السيد العمده اللي هو من فاتح، والحمد لله حنا كنا ما لقيناش التجاوب غادي نمشيو لهذه الطريقه اللي كتقول انت. ولكن مادام انك كتمشي وكطرح مجموعه ديال المشاريع وكطرح مجموعه ديال الاقتراحات، وفي اللجان ملي كنقولوا شي توصيه وشي تعديل كيتخاذ بعين الاعتبار، علاش غادي نمشي ندير انا ناخذ موقف اللي هو كناخذوا موقف كنعبروا على المشاكل ديال الدار البيضاء وعلى البيضاويين، وحنا الحمد لله راه قراب البيضاويين. انا مثلا شخصيا انا راه ولد درب السلطان، وكنا نريح مع الناس في الاحياء الشعبيه، حنا ماشي ولاد، وكنعرفوا المشاكل اللي كيتعيشها مدينه الدار البيضاء، كنقولوها في الدوره، وكنقولوا بان شي حوايج اللي خصها ديرها مجلس المدينه، ولكن شي اجراءات خصها تتخاذ، وكنقولوا كاين شي حوايج اللي خص السلطه المركزيه تدخل فيها، خصها تكون عندها، ودائما كندافعوا على الديمقراطيه المحليه، هذو مواقف عندنا ثابته ومعروفه، وكاع الناس يعرفوها، ومتتبع للشان المحلي كيعرف بان الموقف ديالنا واضح في هذه الامور. المشاريع اللي انطلقت اللي تقول بان انتم دافعتوا عليها وكحزب تحدث السكر السي ساجد هو اللي خرجها للوجود، الان تشوف ان بعض المشاريع اللي متعثره وما خرجتش في السقف الزمني ديالها. بحالاش بحالاش هذه المشاريع اللي ما خرجتش؟ يعني المسرح الكبير، حديقه الحيوانات تاع عين السباع. شوف شوف المسرح الكبير في مراحل الاخيره. اخوته الترامواي جوج كانوا المفروض انهم خرجوا في 2021. واخ دابا شوف دابا لا حنا كنهضروا كمغاربه وكبيضاء. المسرح الكبير تم الانتهاء ديالو من المشاريع ديالو، لان كما قلت لك هذاك التركيبه الماليه ديال هذه المشاريع هذا فيها مجموعه ديال الناس، درنا شركات ديال التنميه، وكاين الناس اللي كانوا ما عطاوش، وبقينا كنضغطوا ودائما كنطالبوا الرئيس وكيتدخل باش مع السلطه المركزيه باش بعض الناس يضيفوا هذوك اللي خصهم، حيت عندك شركاء في اي مشروع، عندك مجموعه ديال الشركاء مساهمين ماليين في هذاك المشروع. الحمد لله دابا المسرح الكبير تم كمل، وعطى واحد الرونق، وعطى واحد الثقافه جديده، واحد اضافات مهمه جدا للدار البيضاء. لا مارينا راك شتيها دابا، الحمد لله الشركات راه خدامه وضبط الناس، النيرشور راك شتيه، الانفاق راك شتي، الامور كيفاش دايره، السنديباد راك شتيها، حديقه الحيوان كتعرف النزاع اللي كان فيها، كان بعض الناس اللي كانوا محتلينا كان خصنا نمشيو في المسطره القانونيه، ترفعت الدعاوات، تقادات تصفيات ديال الارض وداك الشيء المسائل، ملي كملات دارت الدراسات لان كانت مجموعه ديال الدراسات، والحمد لله دابا راه غتكون من الحدائق المهمه للدار البيضاء، ما بغيناش نرجعوها كما كانت، وهذا كان طلب ديالنا ومطلب مع الاخوان اللي كانوا متفهمين ومشكورين على هذه العمليه هذه،
كنا كنقولوا بان خصها تكون حديقه في مستوى مدينه كبيره ميتروبوليا كمدينه الدار البيضاء. والحمد لله دابا راه غيكون راه غير شتي البيئه شتي الزيارات اللي كنا درنا لها. انا شخصيا درت مجموعه ديال الزيارات مع مجموعه ديال الاخوان، كنا كنطلبوا بالزيارات تما ميدانيه، وكاين كاين تغيير كبير، وحديقه غادي تكون مهمه بالنسبه للبيضاء ومتنفس بيضاء. الجانب الشاطئ ديال البحر راك شتي دابا الحمد لله كيفاش لاكورنيش، راه خص تعرف باش نعطيك واحد المساله اللي هي مهمه جدا. كتعرف بان المساحه دابا اللي فيها لاكورنيش اللي حدا المسجد الحسن الثاني كانت العمران، لاسولا داكو العمران كانوا واخدين باش غيديروا مشروع فيها تما اير بليس تانك. وفي المجالس السابقه مشكورين كل من الاخوان على راسهم السيد رئيس السيد العمده السابق السي ساجد والعمده الحالي، انه بذلوا مجهود كبير باش تحيد هذاك المشروع ودارت مساحات خضراء ودارت تما متنفس للبيضاويين. هذا راه مكسب كبير، وهذا التاريخ، هذا راه مساله ماشي سهله باش تجي انت العمران اللي خرج واحد مشروع مصيبه وتجي تعيد لها سميتو وتقول لك لا راه غياثر لي في التركيبه الماليه ديالي، شيء ماشي سهل. ولكن الحمد لله كاين المنتخبين اللي هما اللي دافعوا على هذه الامور هذا، وكاين الناس اللي هما سميتو مشكورين. حنا كنقولوا من لم يشكر الناس لا يشكر الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حنا كنقول اللي دار شي حاجه راه حنا كنشكروا، واللي ما دارش شي حاجه كنقولوا لا راه ماشي معقول. اذا من خلال الكلام ديالك تيبان ان السي بوحوص رئيس فريق حزب اتحاد الدستور مجلس مدينه راضي على التجربه تاع ماشي راضي، انا كنقول بان المشاريع، شوف ما كنقول لك انا في التدخلات ديالي في المدينه كنقول لك بان هذه المشاريع دابا اللي كانت برمجات الحمد لله ما كانتش حبر على ورق، خرجت للوجود، واخا باقي شي مشاريع باقي ما كملاتش بسيطه المشاكل اللي ياسر. ولكن كنقول لك بان مدينه الدار البيضاء خصها الكثير، وباش يكون عندها الكثير كما قلتي الخط الرابع والخط الثالث والرابع مثلا الترام خصو امكانيات كبيره. وكتعرف بان كوفيد اثر على ميزانيه مدينه الدار البيضاء، رغم القرض اللي دار، القرض دار لاصلاحات الادارات راه معروف لاش دار، ولكن باش هذه المساله هذه كتعرف بان الترام ما خدمش ملي كانت كوفيد، وكان التاثير ديالو كانت وزاره الداخليه كدعم، العام الثالث قالت لك ما ندعمكش خصك ندعم انت، كانوا مجموعه ديال الاشكالات، وكان خصك مثلا هاد كما كنقول المتدخلين كلهم انهم يعاونوا. الحمد لله دابا راه بدات العمليه واخا متاخره شويه، كاين بعض لان كوفيد اثر في العالم كله ماشي غير في ميزانيه مدينه الدار البيضاء. وكما تنقول لك بان الدار البيضاء خصها مجموعه ديال الحوايج، ولكن باش غيدار هذه الحوايج؟ الحوايج اللي خاص الدار البيضاء 33 مليار درهم، اغلبيه مريحه داخل مجلس مدينه الدار البيضاء، اش هي الحوايج الاكثر من هذا الشيء؟ هذه الهضره تاع المعارضه، الهضره تيقول لك ان هذا المجلس المقومات النجاح ديالو كانت اكثر من اي مجالس اللي مرات على الدار البيضاء منذ سنوات طويله. او تكنظن بان هذه الامكانيات اللي كاينه في ميزانيه الدار البيضاء ممكن ان تنعش مدينه الدار البيضاء 33 مليار درهم. هذيك المشاريع ديال التنميه راه كاين مرات عبر سنين، دابا راه غاده مشاريع اللي هي مهيكله لمدينه الدار البيضاء. ولكن مدينه الدار البيضاء السير والجولان خصو امكانيات كبيره. كتعرف بان مؤسسه التعاون اللي دارت لولا تدخل وزاره الداخليه والدعم ديالها الكبير ما كانوش غتشوف الطوبيسات مدينه الدار البيضاء، لان امكانيات كبيره كتفوت امكانيات مدينه الدار البيضاء. وهذا اش كنقولوا دائما حنا كسلطه اقتراحيه، وهذا كندافع عليه، خصنا نحاولوا ما امكن نجيبوا الفلوس من بلايص اخرين، نحاولوا يكون عندنا شركاء اخرين. مدينه الدار البيضاء مازال خاصها متنفسات كبيره، خاصها حدائق كبيره اللي في الاطلاق بالسكان ديال مدينه الدار البيضاء. عندنا الدور الى السقوط اللي خصنا نفكروا فيها بجديه، كاين ارواح دابا وكاين ناس دابا اللي كيطيحوا عليهم الدور، خصنا نلقاو هذا المشروع هذا، هذا الملف هذا كنا كندافعوا عليه وكنهضروا عليه من جميع المجالس، خصنا نلقاو له حلول. عندنا الباعه المتجول اللي خص يتم التنظيم ديالهم ماشي بديك الطريقه اللي خصها تكون، هذيك الطريقه مرحله ديال الاسواق النموذجيه، خصنا نشوفوا شي طريقه اخرى اللي نحاولوا ما امكن نعتقوا هذوك الناس، لان حتى هما مواطنين وحتى هما خصهم يستافدوا وحتى هما عندهم حق وكرامه ديالهم في العيش. خص هذه المشاريع مهمه جدا. المشكل ديال 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 النظافه واخا دابا الحمد لله كنقولوا 70% 80%، ولكن مازال خاصنا الكثير، لان حتى الامكانيات دابا باقي البناء، كاين المشكل ديال باقي البناء، وحتى المشكل دابا ديال مثلا ديال الدعم، خص واحد الدعم اللي غيجي من الداخليه باش تكمل الخلاص ديال شركات النظافه. كاين مشكل كبير، امكانيات مدينه الدار البيضاء الميزانيه ديالها، خا الميزانيه كتقول ديال المشاريع الكبيره، بغات دير مشاريع كبيره ماشي غتنمي لك الدار البيضاء، خصك مشاريع اخرى، خصك مسائل. هاد المشاريع الاخرى كلها غير السير والجولان دابا، تنظيم مثلا الطاكسيات البيضين والطاكسيات الاخرين وخلق واحد الممر خاص، هادو امكانيات اللي ضخمه كتفوت ميزانيه الدار البيضاء. نمشي معاك بعيد، الفيضانات اللي كانت قبل اللي كنقولوا بان اللي داك دابا راه كنحاولنا ما امكن دابا ندخلوا مؤسسه التعاون باش تمشي في التطهير السائل. كتظن انت بان التطهير السائل عارف الامكانيات ديالو اللي كاينه، واش مدينه الدار البيضاء بهذاك الفون طرافو تقدر دير التطهير السائل لمدينه الدار البيضاء؟ امكانيات ضخمه، خص تدخل السلطه المركزيه وبعض القطاعات الاخرى الحكوميه
فعلى الاقل في الترسع ما وقعش الفيضان اللي كان امكانيه ديال انا كنهضر دابا غير الفيضان صبات الشتاء كيوقع الفيضان مدينه الدار البيضاء كيتاثروا الناس وكيتاثروا التجار الصغار. واش من المعقول ان مدينه كبيره اللي كنقولوا غتكون خدماتيه وسياحيه ديال المستقبل يبقى يوقع في هذا المشكل ديال هذا المشكل اللي خصنا نتجاوزوه؟ باش نتجاوزوه خصنا امكانيات كبيره. كنقولوا بان الاداره خصها تتحمل المسؤوليه في هذا الاطار هذا، ولكن على المجلس التدخل لدى الوزاره المركزيه والقطاعات اللي ممكن انها تعاوننا باش نمشيو في هذا الاطار هذا ديال نديروا الطير السائل لمدينه الدار البيضاء كما كل مره كنديروا غير موقع كنجيو مثلا عين الشق نصيبوا بلاصه، درب السلطان ملي كيكون شي فيضان نصيبوا بلاصه، نمشيو مثلا للقدس نصيبوا بلاصه، نمشيو دابا للبرنوص نصيبوا بلاصه، نمشيو لحي السلامه. ولكن هادشي راه ما من غير واد بوسكوري اللي خدا امكانيات كبيره، خص يكون امكانيات كبيره على الاقل يكون عندك. يعني انت من الاصوات اللي تقول بان السلطه المركزيه خصها تدخل بقوه باش تساهم في تنميه مدينه الدار البيضاء، لان مدينه الدار البيضاء كتساهم في التيفيات ديال 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 مبلغ كبير، وبالتالي المدينه اللي كنقولوا تحولات من مدينه دابا مدينه خدماتيه وسياحيه وفيها كثافه سكانيه كبيره وفيها شباب اللي خصو يخدم، خصها تعاون بامكانيات على الاقل باش تكون باش ننميو هاد القطاعات كلهم خصنا امكانيات كبيره. انت كتشوف مثلا غنقول مدينه ذكيه، المدينة الذكية كتطلب إمكانيات كبيرة. مدينة الدار البيضاء إلا حطينا الميزانية كل هاد الميزانية كتقول أنت الميزانية معروفة ديال مدينة الدار البيضاء، تستثمر فيها ضعيف. كنحاولوا ما أمكن نديروا الحكامة والترشيد وتبقى تغوت وتقول لا خصنا تكون، ملي كتجي كدير حتى باقي استخلاص وباقي عندنا فيها إشكال، لأن باقي عندك اللي كيدخل لك في هاد الشيء وزارة المالية. بالتالي دائما ذاك الخازن انك تلقى عند مع المشكل كيقول لك انا متبع واحد المسطره قانونيه، خص يكون تدخل ديال السلطه المركزيه، ما كنقولش انا وزاره الداخليه، السلطه يعني وزاره الماليه خصها تتعاون معنا، القطاعات كاع خصو يتعاونوا معنا، خصنا نحاولوا ما امكن يكون يتعاونوا مدينه الدار البيضاء، لان مدينه الدار البيضاء هي قاطره للتنميه. وبالتالي حنا كنعطيو في التافيه واحد تقريبا شي 63%، هذيك المبلغ اللي كيعطيونا خص يزيدوا شويه، لان باش على الاقل مدينه الدار البيضاء نقدروا نخلصوا نفتحوا المجال باش يكونوا مشاريع ضخمه لخلق فرص ديال الشغل. نحن على مشارف الانتخابات الجماعيه، واش حزب التحدي السوري غادي يدافع باش على الاقل يكون ضمن اعضاء المكتب المسير؟ شوف باش نهضروا على الانتخابات احنا دائما كحزب ليبرالي كنقولوا بان الديمقراطيه والليبراليه والحريه هي اهم حاجه. احنا بلد مسلم كما حنا كنعرفوا بان الاسلام كيدفع الحريه الفرديه وداكشي مع واحد الضوابط معينه. حنا عندنا الله الوطن الملك، ولكن الحريه وداكشي والاختيارات كتبقى للمواطن. المواطن كيشوف تجارب، كاينه التجربه الحاليه، كاينه التجربه اللي قبل منا اللي كان كيسير فيها التحدي السوري مع هاد الشركاء. حنا دائما منفتحين على اي شريك اللي غيقدر يفيدنا. كانت تجربه اللي غادي وكيدير التقييم. حنا ما غيمكنش ان حنا ما غنقولوش مثلا غادي سوف نقوم. حنا درنا التجربه ديالنا وجبنا مشاريع ضخمه ودخلنا خدمنا في مدينه الدار البيضاء، نجحنا ولا سميتو التقييم كيبقى ديال السكان ديال مدينه الدار البيضاء. حنا نتمناو ان السكان ديال البيضاء يديروا الثقه في الحزب ديالنا باش نكونوا عاوتاني نخدموا شي حوايج المهم. حنا لان الحزب ديال التحدي السوري ما كيمشيش المسائل اللي هي كنبقاوش مسائل سياسويه، ما كنبقاو حنا كنمشيو مسائل اللي هي عمليه معروفين، كنوضوا كنخدموا كنجيبوا مشاريع، كنحاولوا نقلبوا على الفلوس اللي غتجي، كنضربوا هذا نغوتوا على هذا، نحاولوا نفتحوا على كل شيء وكالخدمه. الناس ديال الخدمه ديال التيران ديال المسائل اللي كاينه ديال خصنا نحاولوا ما امكن نكونوا منفتحين ونخدموا مدينه الدار البيضاء بطريقه اللي هي تكون صالح مدينه الدار البيضاء، بغينا نخدموا راسنا حنا السكان ديال مدينه الدار البيضاء، بغينا نخدموا مدينتنا. حنا عندنا عقود زياد بن الخضر كنبغي نخدموا مدينتنا، لان كما كتخرج كتلقى مع الاخوان كتعرفهم هذا ولد فلان هذا ولد فلان هذا كان حنا كنخدموا وليداتنا حنا ولاد الدار البيضاء وكنبغيو الدار البيضاء ما نكرهوش تكون احسن مدينه في الدار في العالم ماشي غير فيها. هذه مساله اللي هي حلم اللي كنتمناه دائما كاملين. سي رشيد شكرا على قبول الدعوه، شكرا جزيلا متتبعي قناه الفرس بريس، الى لقاء جديد ضمن برامج كازا سيتي.